مسكت الجاد على قولتهم. والله ان شاء الله انه ماشي. سمعني كذا بيتين عشان اروح لاورنس. سمعني كذا بيتين. بيتين يقول: يلي غلبك السكوت وشتت افكارك في كل الاحوال، انا تغلبني اشواقي، ان كان ما ودك اعرف اخر اخبارك، قولي احبك وانا عذرك في الباقي. الباقي اي والله قولي احبك. صح لسانك والله يا عبد الله. صح بدينك يا حبيبي. صراحه شباب خلنا اقول لكم شيء بخاطري، ممكن قلت كلام امس انتم ما سمعتوه كمجموعه. تسمعوني شباب ولا انتم؟ نسمعك روح. ممتاز، خذ راحتكم وانا بقول لكم صراحه. يعني بكل امانه، انا كنظره جمهور اتكلم عبد الله يقدم فقرته وبعدها يكون